مساكم الله بالخير جميعا. تكلمنا في حلقات سابقة عن الدورة الأولى والثانية والثالثة، وكيف أن الدورة الأولى بدأت بأربعة، الدورة الثانية بخمسة منتخبات، الدورة الثالثة بستة منتخبات، الدورة الرابعة بسبع منتخبات. أقيمت في قطر عام 1976. من المنتخب السابع منتخب العراق يشارك لأول مرة في دورات الخليج. أقيمت البطولة بنظام الدوري من دور واحد، يعني كل منتخب يلعب مع الآخر، يعني عدد مباريات راح يكون كبير. المباريات هذه شهدت اهتمام إعلامي وجماهيري من قطع النظير، ولكن هناك عامل مهم لابد أن يعرفه الجميع. المنتخب السعودي شارك في هذه البطولة بمنتخب رمزي. شلون منتخب رمزي؟ يعني منتخب أن نشارك في دورة الخليج رمزيا، يعني بدون المنتخب الأول. تم اختيار عدد من العناصر الشابة في ذلك الوقت، تم تدعيمهم بعناصر أخرى لتقوية هذا الفريق وسد بعض حالات النقص في بعض المراكز. زي مين؟ زي مثلا الصاروخ خالد التركي وناصر الجوهر ومبروك التركي الله يرحمه. شارك المنتخب السعودي في هذه البطولة، حقق ثلاث عالات فوز وحقق وترقى القسائر في ثلاث مباريات أخرى. أربع مباريات وحقق الفوز على الإمارات وعلى عمان فقط، بس خسر من قطر وخسر من البحرين 2-1 وخسر من الكويت وخسر من العراق بنتيجة كوارثية. اللي حصل المنافسة كانت منحصرة بين منتخبين الكويت والعراق. العراق كأول مرة يشارك بالبطولة، ومنها عرف الجمهور الرياضي بشكل عام نجومه، وتحديدا في السعودية نجوم منتخب العراق اللي ما كان علي كاظم وعادل خضير محمد طبرة فلاح حسن رائد حمودي حسن فرحان، مجموعة كبيرة من منتخب العراق في ذلك الوقت، يقابلهم منتخب الكويت بنجومه المعروفين جاسم يعقوب إبراهيم دريهم سعد الحوطي محمد محمد العنبري طرابلسي، فكانوا يعني مميزين، فكانوا التقوا في الدور التمهيدي وتعادلوا 2-2. اضطروا مع مباراة فاصلة تقام في آخر الدورة، مباراة لا زال الجمهور الكويتي بشكل واضح وحتى الآن يتذكر هذه المباراة لأنها انتهت 4-2 بعد مباراة دراماتيكية. فعلا تقدم فيها منتخب الكويت أداء رائع جدا، توجه بالفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، سيطر واحتكر منتخب الكويت هذه البطولة للمرة الرابعة. وجود منتخب العراق طبعا في ذلك الوقت أضفى على الدورة تميز وإثارة وقوة في هذه البطولة. طبعا منتخب العراق حل المركز الثاني، ومنتخب قطر حل ثالثا، المنتخب السعودي حل المركز الخامس. البطولة شهدت تسجيل 184 هدف كرقم قياسي حتى الآن في بطولة دورات الخليج. كان الهداف جاسم يعقوب، وجود عدد من النجوم الكبار، فاز خالد التركي اللاعب السعودي بجائزة أفضل لاعب في الدورة. هذه هي 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 محصلة البطولة الرابعة في دورات الخليج، واللي قلنا أن احتكر فيها منتخب الكويت اللقب. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في لقاءات أخرى عن الدورة، أستودعكم الله.